قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وعشان عايزين نوصل 100,000 مشترك في أقرب وقت ممكن. وكمان ما تنساش تشترك في القناة التانية واللي هتلاقي الرابط بتاعها تحت في الوصف، وهي قناة هيرور نايت عشان هبدأ أنزل عليها قريب. شاجز، طب يلا بينا. تبدأ أحداث مسلسلنا في عاصمة المملكة وبالتحديد في القصر الملكي، وبنشوف الدكتور لي بيقول للمستشارة شو والبنت اللي تبقى الملكة إن الملك مات بعد صراع مع المرض ومفيش حاجة يقدر يعملها عشان تساعده، ولكن المستشار بيقول له ما ينفعش الملك يموت دلوقتي، لسه بنت فاضل لها شهر على ما تولد الوريث، لازم الملك يفضل عايش الشهر ده وإلا الحكم مش هيروح لحفيدي وهيروح لولي العهد اللي هو ابن الملك من مراته الأولى. والملكة برضه بتتعصب وبتقول له دكتور واجب عليك تنقذ الملك، ده شغلك لازم تعمله. والمستشار تشو بيقول للدكتور عشان تنقذه لازم تستخدم نبتة إحياء الموتى، وبعد ما الدكتور بيستخدمها فعلا وبيديها للملك بيقف المستشار تشو قدام جثة الملك، ولكن الجثة كانت متربطة بسلاسل، وفجأة الملك عيونه بتفتح وصحي من الموت، ولكنه مرجعش كإنسان لكن رجع كزومبي آكل لحوم البشر. واستمر الدكتور ليه في انه ياخد باله من الملك، فكان بيجيب له الاكل بتاعه وكان مسؤول عن كل حاجه تخصه، فطلب الدكتور من الخادم بتاعه دان يقدم الاكل للملك، وفعلا بيخش وبيحط الصينيه من تحت الباب بتاع غرفه الملك، ولكن اللي دان ما يعرفوش ان العشاء بتاع الملك ما كانش الاكل على الصينيه بل كان دان ذات نفسه، والملك بيشد دان لجوه وبنسمعه عمال يصرخ. الدكتور شايف اللي بيحصل في رعب، وبينتشر خبر موت الملك في المدينة، والشباب والطلبة في المدينة بيعلقوا منشورات بتقول إن الملك مات وولي العهد اللي لازم يحكم بعده، وده بيعصب ابن المستشار تشو جدا اللي مخطط مع أبوه إن الحكم يروح لابن الملكة، ولازم الكل يصدق إن الملك لسه عايش لحد ما الابن ما يتولد. فالجنود بتجمع كل الطلبة اللي عملوا الحاجة دي وبيفضلوا يعذبوهم عشان يعرفوا هل ولي العهد هو اللي نشر الورق ده ولا مين اللي نشرها. وبعدها بنشوف ولي العهد واللي راح للملكة وبيطلب منها يشوف أبوه عشان يتأكد هل أبوه عايش ولا لأ، وهل الكلام اللي انتشر ده بجد؟ فالملكة بترفض وبتقول له أبوك تعبان جدا وما ينفعش تخش تشوفه دلوقتي، فبيقرر ولي العهد يقتحم القصر بالليل، وفعلا بيخش وبيوصل لحد غرفة الملك، ولكنه قبل ما يخش شم ريحة غريبة وشاف ظل بتاع وحش شكله غريب وسمع صوت مرعب فاتخض وما كانش عارف إيه ده، وكان خلاص هيخش يشوف، لكن دخل عليه ابن المستشار وقال له أنت بتعمل إيه هنا؟ قال له انا جاي اشوف ابويا ولكن سمعت صوت وحش. فابن المستشار قال له انت بتهيألك حاجات غريبه، مفيش وحوش هنا. ولكن ولي العهد بيتعصب وبيقتحم غرفه الملك، فبيخش وبيلاقي المستشار تشو قاعد وبيقول له الملك مع الملكه حاليا ما ينفعش تقابله. طبعا كلنا عارفين ان المستشار تشو بيحاول يخبي حقيقه ان الملك بقى زومبي ومش عايز ولي العهد يعرف لحد ما يعدي الشهر وحفيده يتولد. وبيرجع ولي العهد لبيته وبيقابله الحارس الوافي بتاعه واللي بيقوله ان الدكتور اللي كان بيعالج الملك ساب القصر ومشي وراح للمستوصف بتاعه في مدينة دونجاي. فولي العهد بيقول له لازم اخرج متنكر واروح للدكتور عشان افهم ايه اللي حصل لابويا. وفي المستوصف الممرض وان بيشتكي للممرضة تسو وبيقول لها الدكتور مشي وسابنا والمستوصف مفهوش اكل والمرضى هيموتوا من الجوع، لازم نلاقي حل. ولكن بيقطع كلامهم وصول الدكتور لي وكان ساحب صندوق فيه جثة دان اللي شفناها في الاول امام ملك عضه وهجمه، وطلب الدكتور من الممرضين يجهزوا جنازة عشان يدفنوا دان، وبيكون الدكتور محبط وحاسس بالذنب بسبب اللي عمله في الملك واللي حصل لدان، لكن اللي ما يعرفوش انه هيتسبب في كارثة قريب. بتخرج الممرضة تسو هي وزميلتها عشان يجمعوا شوية اعشاب، وبيرجعوا للمستوصف وبيتفاجئوا ان كل المرضى عمالين ياكلوا لحمة. فتسو بتتصدم وبتسأل وان انت جبت الاكل ده منين؟ فبيقول لها رحت واصطدت غزال. فتسو بتشك في كلامه ولكن ما بتفكرش في الموضوع كتير بعد ما شافت فرحة الناس بالاكل، وبيطلب منها واحد من المرضى اكل زياده، فبتخش تجيب له وبتعبي الطبق ولكن بتلاقي نزل فيه صبع بني ادم، فتسو بتتخض وبتخرج تاني للناس اللي عماله تفترس جثه الانسان ده وهم مش عارفين، فبتجري على وان زميلها وبتضربه وبتقول له فين الغزال اللي انت بتقول عليه ده؟ انت طبخت جثه دان، حرام عليك، ده كان انسان زينا. وان بيقول لها يعني كنت عايزاني اسيب الناس تموت من الجوع؟ ده كان الحل الوحيد. وفي نفس الوقت الناس كانت عماله تاكل وخلصوا على جثه دان، وواحده من الممرضات كانت قاعده معاهم بره وكانت بتاكل بنت صغيره، ولكن البنت بتبدا تكح وترجع وبتتشنج وبيغمى عليها، فالممرضه بتتخض وبتخرج تبص على بقيه الناس فبتلاقيهم كلهم مرميين على الارض وبيطلعوا سائل غريب من بقهم وبيتخنقوا، فبتنزل الممرضه على واحد منهم عشان تلحقه، ولكن بتفوق البنت الصغيره من وراها بعد ما اتحولت لزومبي وبتهجم عليها. بعدها بيقوم كل الناس اللي اكلت من لحم الدان وبيكونوا اتحولوا كلهم وبيهجموا على الممرضه وبيبداوا ياكلوا فيها، وواضح ان العدوى اتنقلت من الملك لجثه الدان بعد ما اتعض. واما وان طبخ الجثه والكل اكل منها
كل بقى زومبي. واثناء ما كل ده بيحصل، تسو ووان كانوا لسه جوه الغرفه مش حاسين بحاجه، ولكن بينزل من باب الغرفه دم، فبيبصوا من فتحه الباب وبيشوفوا الجحيم اللي بره في المستوصف، وبيهربوا وبيستخبوا في غرفه مع الدكتور لي اللي بيقول لهم ما كنتش اقصد ان ده يحصل، المرض اتطور وبدا ينتشر بالعض، انا لازم اعالج المرض ده، لازم نشوف حل لنبته احياء الموتى. ولكن قبل ما يكمل كلامه بيقع على الارض وبيبدا يتحول بعد ما كان اتعض هو كمان، وبتهرب الممرضه تسو ووان من المستوصف عشان يلاقوا العلاج. وفي تاني يوم بيكون وصل ولي العهد والحارس بتاعه اخيرا للمستوصف، ولكن بيلاقي البوابه مقفوله والمكان متدمر ومحطوط سكاكين وخشب على جدار المكان كانها تحذير الناس بعدم الدخول، ولكن بيتسلق الحارس الجدار وبيفتح الباب لولي العهد وبيخش وبيلاقوا المكان متدمر تماما، وبيتكعبل ولي العهد فبيقع على الارض وبيشوف الجثث بتاعه الزومبي متربطه ومحطوطه تحت الخشب، وغالبا وان اللي حطوهم هنا عشان المرض ما ينتشرش، وواضح ان الزومبي بيكونوا خاملين في النهار وبيرجعوا للحياه بالليل، عشان كده وان كان قادر يجمع الجثث بعد ما الشمس طلعت. ولكن ولي العهد ما كانش يعرف حاجه عن ده للاسف، فبيكلم الحرس بتوع مدينه دونجاي وبيطلب منهم يخرجوا الجثث ويرجعوها لاهلها ويعرفوا مين اللي عمل الجريمه دي. فالحرس بياخدوا الجثث للمقر بتاع حاكم مدينه دونجواي عشان الاهل يتعرفوا عليها، وبيقرر ولي العهد انه يستمر في بحثه عن الدكتور اللي كان بيحسب انه لسه حي، فبيروح وبيبدا يسال الناس لحد ما بيلاقي واحد وبيقول له معرفش الدكتور فين، لكن الممرضه سيو جات له وسالت عن نبته احياء الموتى اللي بتطلع في الجبال، فبيروح ولي العهد يدور على سيو وفعلا بيلاقيها عماله تحفر في الكهف وبتدور على النبته، فبيسالها ولي العهد عن الدكتور وبتقول له الدكتور ما قدرش يهرب ومات هو كمان، وان نبتة احياء الموتى هي السبب في كل ده. فولي العهد بيقول لها الجثث اللي في المستوصف دي مين اللي قتلها؟ فسيو بتقول له انت لقيت الجثث؟ فقال لها ولي العهد اه لقيناها وخرجناها وديناها عند مقر الحاكم عشان الناس تتعرف عليها. فبتخاف سيو وبتقول له ازاي انتوا كده هتقتلوا كل الناس في المدينه، الجثث دي هتصحى بالليل وهتتحول لوحوش تاني، لازم نروح نحرق الجثث دي بسرعه قبل ما الشمس تغيب. فحارس ولي العهد ما بيصدقهاش وبيقول لها هل عندك دليل؟ فبتقول له ايوه السجلات بتاعت الدكتور لي لسه موجوده في المستوصف، فبيقرر ولي العهد يرجع للمستوصف يجيبها، وبيبعت الحارس مع ممرضه تسو للمدينه عشان يشوف هل الجثث هتصحى فعلا ولا لا. والممرض وان اللي كان مجمع الجثث رجع للمستوصف بعد ما جاب حطب عشان يحرقهم، ولكن بيخش وبيلاقي ان المستوصف مفتوح وان الجثث مش موجوده، فبيجري على المدينه بسرعه وبيقول لحاكم المدينه لازم نحرق الجثث والا هتصحى بالليل، ومحدش بيصدقه. وبتوصل الممرضه تسو للمدينه وبتحذر الحاكم برضه لكنه ما بيصدقهاش وبيسجنها مع وان، والشمس بتبدا تغيب عن المدينه وواحده من الجثث بتتحرك، والحاكم بيطلب من حارس يرفع الغطاء عن واحده فيهم ولكنه بيكون مرعوب، وبعد ما بيرفعه الجثه بتتشنج وبتصحى وبيقوم وراها بقيه الجثث، والحاكم الغبي اللي هو السبب في كل ده كان واقف مرعوب، وبتبدا الجثث تهاجم الناس والفوضى تملى المدينه بينما وان وتسو كانوا في السجن لسه. وبيوصل ولي العهد اخيرا للمستوصف عشان يجيب السجلات بتاعه الدكتور، لكن بيلاقي ابن المستشار تشاو ومعاه الحرس بتوعه جايين يقبضوا على ولي العهد بعد لما لفقوا له تهمه الخيانه عشان يخلصوا منه، وابن المستشار بيقول لولي العهد هعاركني، فكل واحد بيطلع سيفه وبيبداوا يتقاتلوا، واثناء قتالهم الشمس بتكون غابت وبيبداوا يسمعوا صوت خبط من صندوق موجود في المكان، فالحراس بيفتحوا الصندوق وبيخرج منه زومبي، والحارس بيطعنه بالسيف في ظهره ولكن ما بيحصلوش حاجه طبعا، وبيقوم بيعض الحارس فبيتحول هو كمان، ولكن ابن المستشار بيقطع راسه وبيقتله. وهنا بنكتشف ان الزومبي بيموت بطريقتين، لا اما الحرق او الضرب في الراس، ولكن بعد ما بيقتل ابن المستشار الحارس الزومبي التاني بينط عليه وبيعضه، بس ولي العهد بيقتله بنفس الطريقه، ولكن ابن المستشار بيكون اتعض خلاص فبيقع على الارض وبيبدا يتحول هو كمان، وبيقوم بعد ما بقى زومبي يهجم على ولي العهد، فبيهرب ولي العهد منه وبيلف عليه مره واحده وبيطير راسه وبيخرج من المستوصف، بيبص على مدينه جومباي اللي حرفيا بتتحرق بعد ما الزومبي انتشروا فيها وخلوها تبقى جحيم. وبعد ما الزومبي استولوا على المدينه بيخش على السجن، وفي وسط المدعكه بوابه زنزانه وان بتتفتح وبيهرب، ولكن تسو لسه جوه والزومبي بيعض من ورا القضبان واحد معاه في الزنزانه وبيتحول هو كمان، وبيهجم على تسو ولكنها بتاخد سيف كان واقع على الارض وبترشقه في رقبته وبتفصل راسه وبيتقتل. وان كان خرج بره وجمع الناس اللي لسه ما تحولوش فوق سطح المبنى وبدا يساعد الناس انها تهرب، لكن انقذ عدد قليل والبقيه بقوا وليمه لوحوش الزومبي.
ولي العهد كان بيراقب المدينة من بعيد، لكن جيوش الزومبي بتخرج من المدينة وبتبدأ تعدي الجسر وتجري وراه، فبيهرب منهم وبيجري في وسط الغابة. ولحسن الحظ الحارس بتاعه جاله وبدأ يضرب عليهم الأسهم وأخرهم شوية، ولكن لو فضل يضرب لحد الصبح مش هيخلصوا لأن عددهم كبير جدا. فالحارس بيقول لولي العهد لازم نهرب من معسكر الجيش، هناك الزومبي مش هيعرفوا يخشوا. وبيوصلوا وبيلاقوا هناك ناس كتير واقفه قدام الباب بتحاول تخش ومش عارفه، لان قائد الجيش رفض انه يفتح ليهم الباب. فولي العهد بيقول له افتح لي انا ولي العهد، ولكن ما بيصدقهوش وما بيفتحش. فبيهرب ولي العهد والحارس وبينطوا في الميه، لكن الزومبي بيقتلوا معظم الناس اللي كانت واقفه. وبتخلص الليله الطويله دي اخيرا والشمس بتطلع من جديد، وبيرجع الزومبي للخمول تاني وبيستخبوا من الشمس. ولكن المدينه كانت خلاص اتدمرت، وعدد الناس اللي عاشت كان قليل، ودول كانوا الناس اللي مخبيهم وان فوق السطح. وقائد الجيش بيرجع للمدينه تاني وبيشوف الدمار اللي حصل، وبرده قائد المدينه اللي كان مستخبي مع تسوف الزنزانه بيشوف الدمار، وكلهم بيتجمعوا في الساحه. وقائد المدينه بيتعصب على قائد الجيش وبيقول له كنت فين امبارح؟ فبيقول له كنت بدور عليك والله. والممرضه تسوف بتفهم قائد المدينه عن المرض وبتقول له لازم نحرق كل الجثث دي قبل ما الليل يجي، والا احنا كمان هنموت زي اللي ماتوا. فبترد ست كبيره من اللي واقفين وبتقول له ما ينفعش نحرق الجثث، لازم نكرم الموتى. ولكن كلامها بيقنع قائد المدينه وبيقول احنا نحرق جثث الفقراء ونسيب جثث الاغنياء وندفنهم، على اساس ان الفقراء كده هيصحوا على اي زومبي والاغنياء لا يعني. المهم بيخش ولي العهد عليهم وسط الهبل بتاعهم ده وبيضرب قائد الجيش عشان ما رضيش يفتح لهم باب المعسكر بالليل، وبيعرف الكل انه بقى ولي العهد بتاع المملكه. فكلهم بيعظموه وبيطلب من الجنود انهم يجمعوا كل الجثث كلها ويحرقوها. ولكن الست العجوزه بتتكلم فبيقول لها مفيش وقت للكلام الفاضي ده، هنحرق الجثث وكل الناجيين هيركبوا قوارب يخرجوا من المدينه الموبوءه دي. ولكن بعد ما ولي العهد بيمشي الجنود بيقولوا لقائد المدينه ان مفيش قوارب تكفي كل الناس لان الزومبي حرقوها امبارح، وكمان هما مش لاقيين كل الجثث عشان يحرقوها، في جثث مستخبيه مش عارفين مكانها، وكمان في اهالي اخذوا جثث عيالهم عشان يدفنوها. فبيقرر قائد المدينه انه يهرب في المركب الوحيده الموجوده ويسيب بقيه الناس. وكان معاه في المركب دي الست الكبيره اللي ما كانتش عايزه تحرق ابنها لانها تعتبر من الناس الاغنياء، فانقذوها معاهم. لحد هنا مفيش مشكلة، لكن المصيبة ان الست دي اخدت معاها صندوق على المركب، والصندوق ده فيه جثة ابنها اللي اتحول لزومبي. فحرفيا بقت المركب دي عبارة عن قنبلة موقوتة هتنفجر اول ما الشمس تغيب والزومبي يصحى ويقتل كل اللي عليها. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وفعلا في اثناء رحلتهم بالليل قائد المدينه كان هو وبقيه الناس اللي معاه قاعدين بيهززوا لب تقريبا، والجو كان هادي. فبيسمعوا صوت خبط جاي من كبيت السفينه تحت، فبينزلوا عشان يبصوا، ولكن يا ريتهم ما بصوا لان الزومبي اللي جوه الصندوق بيخرج وبيحول السفينه لفيلم رعب، وبتبدا الناس تنط وتهرب منها في النهر. قبلها ولي العهد كان وصل للناس اللي قائد الجبان سابهم واللي ما عرفوش يهربوا، وبيسالهم فين السفن، فبيقولوا له على اللي حصل وان بقيه السفن اتحرقت وان قائد المدينه الجبان هو وقائد الجيش اخذوا السفينه الوحيده وهربوا. فبيقرروا ان هم يروحوا يستخبوا في المستوصف لحد ما الليله دي تعدي على خير، والمستوصف ما فيهوش اي زومبي لانهم خرجوهم، وكمان يقدروا يقفلوا البوابات ويفضلوا في امان لحد ما الليله دي تخلص. فبيتحرك ولي العهد والحارس بتاعه وان وتسو وكل الناس اللي نجت في اتجاه المستوصف بيحاولوا يوصلوا له قبل ما الجو يليل، لكن هما ماشيين في الغابه بيكتشفوا ان جثث الزومبي مستخبيه حواليهم تحت الصخور وفي الشجر وفي كل حته، والشمس كانت قربت تغيب. فبيامرهم ولي العهد انهم يجروا بسرعه عشان يلحقوا يوصلوا قبل ما الشمس تطلع، وبيقف ولي العهد عشان يساعد عربيه كان فيها بعض المصابين وحاول يزقها بعد ما وقفت بسبب صخره، وفعلا بينجح. ولكن الزومبي بدا يصحى من حواليهم واعداد فظيعه من الزومبي بتبدا تطاردهم وبيجروا بالعربيه باقصى سرعتهم، وكمان وان كان معاه بندقيه بارود وقتل على قد ما يقدر من الزومبي عشان ياخرهم، لكن مهما قتل مش هيفرق لان عددهم كان ضخم جدا. وبيوصلوا للمستوصف في اخر لحظه وبيقفلوا الباب بسرعه بعد ما بيخش ولي العهد، والزومبي بتخبط في الباب وبتحاول تخش، لكنهم بيحطوا خشب وكراسي وحاجات كتير عشان يدعموا الباب. وولي العهد بيامر اي حد معاه سلاح يستعد عشان الليله دي مش هتكون سهله خالص، والحمد لله بتعدي الليله على خير والشمس بتطلع. فبياخد ولي العهد نفسه اخيرا وبيدور على اي حاجه ياكلوها عشان الاطفال اللي معاهم، ولكن ما كانش فيه اكل كافي، فولي العهد بيدي اخر جزء من الاكل اللي معاه عشان ياكل الاطفال الصغيره، ولكن بيقاطعهم صوت الباب اللي بيخبط. بس لسه الجو كان نهار، دول ما كانوش زومبي، دول كانوا حراس المستشار اللي جايين يقبضوا على ولي العهد بعد ما ولي العهد قتل ابنه في الحلقات اللي فاتت. والمرة دي المستشار عايز ينتقم بجد، وبعت عدد كبير من الجنود اللي بيقتحموا المستوصف وبيبدأوا يقتلوا في كل الناس اللي أنقذهم ولي العهد.
وكل بيموت ما عدا عدد صغير، فبيتعاون تشو ووان ولي العهد والحارس بتاعه عشان يهربوا. فبيبدأ وان بالبندقية يقتل فيهم جوه المستوصف، وولي العهد والحارس بتاعه بيهرب لبره عشان يأمنوا فرصة لبقية الناس تهرب، وفعلا بيهربوا. وقائد حرس المستشار بيوقف جنوده وبيقول لهم سيبوهم، احنا عارفين هم رايحين فين، هم رايحين للجنرال هيون في مدينة سانجو. وفعلا بيقرر ولي العهد يروح للجنرال هيون عشان يساعده يهزم الوباء ده وكمان يستعيد حكمه. والجنرال هيون ده كان راجل عسكري المملكة كلها بتحترمه لانه حارب في كل الحروب التاريخية بتاعتهم، وكمان هو اللي كان بيدرب ولي العهد وبيعلمهم وهو صغير. واثناء الرحلة بتاعتهم لمدينة سانجو وقفوا عشان يريحوا شوية في الطريق، وراحت يتسوى عشان تجمع شوية ورق وعشب من الغابة. طبعا الجو ليل لكن هم واقفين براحتهم عشان لسه وباء ما وصلش للمنطقة دي، بس تسوى وهي في الغابة بتسمع صوت من ورا الشجر وبتحس بحركة، فبتترعب وبترجع عند ولي العهد. وبيخرج من الغابة راجل ولكنه مش زومبي، ده طلع قائد مدينة دونجاي واللي نط من السفينة بعد ما الزومبي انتشروا فيها وهو الوحيد اللي نجي. فبيضربه على طول ولي العهد لانه غدر بالناس وهرب بالسفينة، وبيقول لهم ان السفينة كان عليها زومبي وكل الناس اللي فيها اتحولوا، والسفينة كانت ماشية في النهر ومتجهة لمدينة سانجو. فبيخاف ولي العهد على اهل المدينة، وبيخاف ان اللي حصل في مدينة دونجاي يتكرر في مدينة سانجو، فبيجري بسرعة عشان يحذرهم قبل ما الزومبي يوصلوا. وبيوصل فعلا ولي العهد القرية موجودة برا المدينة وفيها مزارعين، ولكنه بيتفاجئ ان المزارعين بياكلوا لحمة وكمان لابسين حرير، فبيستغرب وبيسألهم جبتوا الحاجة دي منين، فبيردوا بيقولوا من السفينة، وبيتأسفوا لانهم هم عارفين ان السرقة عقبها القتل. فولي العهد بيقول لهم في حاجة اهم من السرقة، هل لقيتهم جثث في السفينة؟ فقالوا اه اخذناها ودفناها. فبيطلب منهم ولي العهد انهم ياخدوا مكان الجثث. في نفس الوقت كان الجنرال هيون سمع عن السفينة اللي على الشط وراح يبص عليها، فلقاها فاضية ولقى انها مليانة دم لكن مفيش جثث، فبيلاقي على الارض اثر العربية بتاعت المزارعين اللي استخدموها عشان ينقلوا الجثث، وبيمشوا وراها. وبيوصل ولي العهد مع المزارعين لمكان الجثث عشان يحرقوها، ولكن الشمس بتبدأ تغيب والزومبي بيخرجوا من تحت الارض وبيحاطوه من كل اتجاه، وبيبدأ المزارعين وولي العهد ورجالته يقتلوا في الزومبي، ولكن عدد الزومبي كان كبير وواضح ان ابطالنا هيموتوا. لكن لحسن الحظ بيوصل الجنرال هيون وجنوده وبيطلقوا اسهم نارية على الحشيش وبيولع، والزومبي بيولعوا معاه وبيبدأوا يتحرقوا. وكمان جنود الجنرال واضح انهم متدربين كويس وبيقدروا يقتلوا وحوش الزومبي بكل سهولة عن طريق قطع الراس. بعد ما الزومبي بيموتوا كلهم الجنرال بيشوف تلميذه ولي العهد اللي ما شافوش من سنين، وبيؤمر كل الجنود انها تحيي ولي العهد. وبيرجع ولي العهد مع الجنرال هيون لمدينة سانجو وبيحكي له على اللي حصل، فالجنرال بيقول له في حد معاك خانك وبلغ المستشار تشو انك هنا، فلازم انك تنام وترتاح وتستعد عشان تواجه جنوده لما يوصلوا. في نفس الوقت في العاصمة وفي القصر الملكي المستشار تشو بيستغل بنته الملكة عشان تطلع وتعلن ان الملك مريض وانها هي اللي هتمسك الحكم لحد ما ابنها يتولد، وتؤمر ان كل الابواب اللي بتؤدي للنصف الشرقي من المملكة تتقفل، وده عشان يمنع انتشار الوباء. وبتتحرك الجيوش الخمسة عشان تفصل الجزء الشرقي وتقفل كل المداخل والمخارج، وبالتالي مدينة سانجو وكل المدن المحيطة بيها بقى لوحدهم في مواجهة الزومبي. وبيوصل حراس المستشار تاني يوم عشان ياخدوا ولي العهد، وبيطلبوا من الجنرال هيون يسلموا ليهم، وبيتهموا ولي العهد بالخيانة، ولكن الجنرال بيقول للحرس انتم اللي خنتم المملكة وبقيتم عبيد للمستشار تشو، وبيأشر للجنود بتاعته اللي كانت واقفة فوق السطح، وبتبدأ تضرب الأسهم على الحرس وبيقتلوهم كلهم. وبعد ما الناس سمعت عن الزومبي وكمان عرفوا ان العاصمة قفلت كل البوابات عليهم بيرجعوا لمدينة سانجو عشان الجنرال يحميهم، لكن قائد مدينة سانجو بيرفض يفتح لهم البوابات، انت متستحقش انك تكون قائد، وبيشيله من منصبه وبيفتح البوابات للناس. وبيقرر ولي العهد انه ينصب فخ للزومبي، فقال انهم بيخافوا من النار وكمان ما بيعرفوش يعوموا فبيخافوا من الغرق، فبيقرروا انه يعمل فخ على النهر المحيط بالمدينة بحيث انه يحرقهم او يغرقهم. وبيبدأ كل الناس تتعاون عشان تبني الفخ ده، والاغنياء والفقراء بيشتغلوا مع بعض عشان ينقذوا مدينة سانجو من الهلاك. وفي القصر الملكي في نفس الوقت بنكتشف ان الملكة كانت مجمعة كل الناس الحوامل في العاصمة، وكمان بنعرف ان ده كله ما كانتش حامل وانها كانت رابطة شوية قماش حوالين بطنها ومفهمة ابوها والمملكة كلها انها حامل في ولي العهد، ولكن شكلها ناوية تسرق ابن واحد من النساء اللي مجمعاهم دول وتقولوا ان ده ابن الملك الجديد. وفي مدينة سانجو الممرضة تسو خرجت عشان تجمع اعشاب عشان تعالج الجنود بعد المعركة اللي عملوها مع الزومبي، وكان معاها قائد مدينة دونجاي الجبان واللي تقريبا بيكراش عليها، وبيقول لها يلا نرجع عشان لو كملنا في الاتجاه ده هنوصل للوادي المتجمد. فبتفتكر تسو اسم المكان ده لانه كان ضمن مذكرات دكتور لي، وكان كاتب ان المكان ده هتلاقي فيه نبتة احياء الموتى
اللي هي السبب في ده كله، وفعلا بتوصل تسول المكان وبتلاقي النبتة، ولكنها بتكتشف حاجة تانية، بتكتشف ان في زومبي صاحيين وبيتحركوا في عز النهار والشمس في نص السماء. وهنا بتستنتج تسو ان الزومبي ما كانوش بيستخبوا من الشمس، لكن بيستخبوا من درجة الحرارة، وعادي عندهم يخرجوا في النهار. بما ان الجزء ده من مملكة الجو ابرد، فالزومبي ممكن يظهروا في اي وقت، وبيحل الليل على ولي العهد والجنرال بعد ما نصبوا الفخ وجهزوا كل حاجة، وفضلوا مستنيين الزومبي مدة طويلة لكن مفيش حاجة بتظهر، فبيبعتوا جندي يشوف ايه اللي حصل، وبيرجع الحصان بتاع الجندي ومتعلق فيه ايده المقطوعة، لكن الجندي ما بيرجعش، فبيقول ولي العهد اكيد قربوا، وبيطلب من الجنود انهم يولعوا الفخ ويستعدوا للمعركة، وبيستنوا ساعات وساعات ولكن الشمس بتطلع وما بيظهرش اي حاجة، فبيروح الجنود علشان يطفوا الافخاخ وبيجهزوا نفسهم للليلة الجاية، وبيأمرهم ولي العهد انهم يروحوا يناموا شوية ويرتاحوا عشان بالليل هيحاولوا تاني. وفي وسط كل ده الارض حرفيا بتهتز، وبيحصل اللي ما كانش حد متوقعه، بيخرج جيش مكون من مئات الالاف من الزومبي من وسط الضباب، وما بيكونش واقف قدامهم الا ولي العهد والجنرال وشويه جنود. فيا ترى هل ولي العهد هيقدر ينجو من الكارثه دي؟ وكمان ايه قصه الملكه اللي بتكذب على المملكه كلها وهي مش حامل؟ وهل وباء الزومبي هيوصل للعاصمه ويجتاح المملكه كلها؟ الاجوبه عن الاسئله دي هنعرفها في الموسم الثاني من مسلسل كينج دوم، واللي هعمله لو لقيت تفاعل على الموسم ده. يلا بقى اعملوا لايك واشتركوا.